مرحبا، يعطيكم العافية والصباح الخير وسلام للجميع. أحلى صباح من مساساكا الحلوة وأهلها الحلوين الطيبين البركة. هيك اليوم أنا الصبح بدي أصبح عليكم من مكان رهيب يا جماعة، رهيب، لصاحب الدكتور محمود الصوص. هذا هو التركيش باث، عامل حمام بطريقة خيالية. يعني الحمام التركي، طبعا احنا في اوتوا ما بعرف، ما عمري شفت في حمام تركي. شوفوا الديكوريشن يا جماعة، شوفوا الديكوريشن، طبعا العلم الفلسطيني برفرف، اسمه تركيش حمام او تركيش باث. هذا هو الموقع تبعه. يعني صراحة انا لما دخلت عليه متعوب عليه، متعوب عليه. شوفوا الباب هيك، الخشب هذا المعمول، وطبعا طبعا ما دام منه في واحد فلسطيني جوا فلازم يزرع نعنع. طبعا احنا اهل فلسطين والمغرب العربي والشام، هذا النعنع يعني بالشاي شيء ضروري. طيب خلينا شوفوا، انا بدي اورجيكم بس الديتيلز في كل شيء. طلعوا يا جماعة، طلعوا الديكوريشن تبعت كيف عملها. يعني اشي صراحة، طلعوا السقفية، الأعداد طبعا هون انت قاعد تستنى، بقول لك بعطيك بادي مساج، فول بادي مساج. هذا مكتبه، طلعوا هذه الحجارة الكريمة هاي تبعت السول، طلعوا هاي الفسيفساء اللي قدامنا يا جماعة. هاي لحالها قصة، مش عارف كيف عملها. صباح الخير يا دكتور، صباح الورد، أهلا تحياتي. وسهلا فيك. كم أخذ منك وقت ديكوريشن بس؟ والله على مزاجنا هيك 6 شهور تقريبا. ما شاء الله. طيب خلينا ندخل معكم شوية هيك نشوف شو في عندهم. طبعا هخلي لكم أول إشي بندخل. طلعوا هذول فوت مساج، تقعد تقدر انت تسوي فوت مساج، تسوي بادي مساج، شايفينها؟ انت بتتحكم، وفي ناس بسوي لك فوت مساج. وتطلع شو حاطط، يا عيني، شاي مغربي هيك جنبك تشربه. صراحة منظر، طلعوا الحيطان، السقف، تشعر في إشي جميل. طيب طبعا في شغلتين مهمات هون، اللي هو الحمام التركي. هذا الحمام التركي شوي مهتم هو، بس إضاءة هيك، طلع إضاءة. السقفية عاملها شايفين كيف، بحيث إنها تكون هيك كأنها كيف. هذا الحمام التركي يا جماعة، هون بخفي المية، وهاي البلاطة، هاي البلاطة اللي رايح على حمام تركي بيعرف شو يعني بلاطة. طيب وهون الحمام نفسه، هاي بلاطة تانية، هاي يمكن هون عدة الحمام. في السقفية كيف عاملها، طبعا هون في أراجيل. قصة الأراجيل لها قصة. هاي الأراجيل في الحمام هذا، طبعا هو الدكتور هيلثي كتير، فبيعمل لهم أراجيل هيلثي، بما معناه بحط لهم بابونج، ميرامية، نعنع، بيأرجلوها فبتكون بدون نيكوتين ولا أي شيء. طلعوا الأعداد يا جماعة، أنت شاعر حالك إنك طلع عاملين والله. طيب طبعا موضوع الأراجيل اللي حكي لكم عنها مع الدكتور، هلا عم بيسوي لنا قهوة. احكي لنا شوي عن موضوع الأراجيل يا دكتور. هيك أجواء بدها هيك قهوة، بدها قهوة سادة هيك بسكر خفيف على ساعتها الصبح، يسعد صباحكم، أحد سعيد بارتياح. تسلم أي تسلم. أراجيل؟ انت دكتور حكيت لي مرة انك تعمل هيلثي أراجيل. أراجيل هاي عشان نواقي ونخفف من تعريف الأراجيل للناس اللي بدهم يعرقلوا، ما نقدرش كلهم وقفوا ولا اللي بدخنوا. ففي نفس الأرجيلة بنشيل المي وبنظفها مظبوط، وبنحط مي مغلي فيها
شوية أعشاب، من أهمها الزعتر والنعناع. الزعتر والنعناع هي أعشاب عطرية، بتحطها في المية بدل ما نحط المية بتاعت الأرجيل العادية، وفي الرأس تاع الأرجيلة بنحط الأعشاب هذه اللي جاي من البريك الشاي، وبنحط الفحم فوق، فبنصير نفس عملية استنشاق الأرجيلة، بس في هاي الحالة ما بتستنشق دخان، تستنشق هواء مشبع وبخار مشبع بالأعشاب هذه، وبندخله لصدره للجهاز التنفسي. هاي أول شغلة. وثاني شغلة بتعمل تمارين تنفسية اللي هي شبيهة في وضع الأرجيلة، يعني لما نشفط الهواء لجوا ونطلع لبرا، هاي التمارين بتساعد على زيادة حجم الرئتين، يعني اللي بدخنوا وتعون الأرجيلة الرئتين تاعتهم بتكون أكبر، لأنه دائما بمرنوا فيها من ناحية ميكانيكية، وبنفس الوقت بتدخل بخار في تبخيرة عادية للصدر اللي تشيل كل يعني المكلفات. نصيحة رائعة، نصيحة رائعة، طريقة جدا جميلة، أنا أول مرة بسمعها صراحة، بس إبداع وابتكار دكتور محمود السوس، لازم يأخذ عليها براءة اختراع. شيء جميل جدا، ممكن الكل يستفيد منها. أورجيكم الآن في هذا الحمام أو بهذا اللي هو هذا، هو اللي هو سولت كيف. شايفين الأرضية يا جماعة، ملح، شايفين الأضواء، هاي الملح. أوه ماي جاد، هذا كله سولت يا جماعة، ملح. وبالتالي أنت هون لما تقعد، طبعا شغلوا التكييف أو إشي الحرارة، شايفين بتصير عندك هون الأملاح هاي تتبخر، وبالتالي انت بتمتص هاي الاملاح. طلعوا عيدان الخشب كيف حاططها هيك بطريقه جميله جدا، وبصير هون المساج، هون عمليه المساج بتصير طريقه رائعه. طبعا في هون كمان واحده برايفت، يعني غاد لاثنين وهون لواحد، منظر جميل جدا صراحه. يعني حتى الابواب دهنها بطريقه هيك، عملها انه منظر خيالي. شوفوا مثلا هذا المكان، طلع طلع الخشب اللي جوا، يعني كل اشي له هدفه. منظر رائع، يعطي العافية الدكتور محمود، وان شاء الله ربنا يوفقه، ونتمنى له كل الخير والتوفيق فيما يعمله. وهذا يعني a great business، وان شاء الله نرى اكبر واكبر.